عمليا راه هو كاينه مطالب جديده ديال فئات جديده وعريضه، وكاين واحد المرحله كنتوما كتعرفوا باللي المنظومه ديال التعليم واساسا منظومه التعليم العالي راه كتعرف واحد التحديات كبيره، وانتوما كتعرفوا الوضع اليوم. شوفوا غير كليه الطب يعني واحد المعطى اللي غيبين لك شنو الوضع، شنو هو الرهان اللي علينا في هذا المؤتمر. في الحقيقه ما تحملتش الحكومه مسؤوليه ديالها، خصوصا الوزير ما تحملوش مسؤوليتهم، لانه هذا راه خطا فادح، راه ما عمره وقع في المغرب يكون اضراب في هذه المده. يعني هذا راه اضراب قياسي، هذا اضراب قياسي، زعما كان ممكن تفاده. انا من رايي لو انه كان العقلاء راه كان ممكن تفاده، كان ممكن تفاده اكيد اكيد اكيد. انت كيفاش ماشي ما يمكنش تقول العمل النقابي راه ماشي، بحال كتقول راه ما بقاتلوش جدوى، وهذا الشيء اللي تيقلبوا عليه يعني خصوم التغيير. العمل النقابي خصو يقوم بالدور ديالو وكيقوم به، ولكن في اطار الظروف والشروط اللي كنعرفوها جميعا. هذا هو اللي بغيت نقصد، بمعنى انه احنا ما زلنا كنتشبتوا بالعمل النقابي والنضالي والحفاظ على المكتسبات اساسا، هذه مساله. وثانيا تسطير ملف مطلبي كيتلائم مع الفئات العريضه اللي التحقات بهذا الاطار ديال الاساتذه الباحثين. راه كاين فئات عريضه وكاين واحد المجموعه غادي يخرجوا تقاعد ومشكورين لانهم تقاتلوا على واحد الملف مطلبي لسنوات، حقوا منه مكاسب، لانه احنا ما غاديش نقولوا ما كاين والو، ولكن كاين عاوتاني فئات اخرى اللي عندها مطالب تختلف على المطالب السابقه. بمعنى تنتمناو في هذا المؤتمر نسطروا ملف مطلبي جديد اللي كينسجم مع فئات عريضه اللي تحقت بالتعليم، وطبعا الناس اللي هما عمليا راه واحد جزء كبير في الحقيقه غنفتقدوه، لانه غادي يتحالوا، ماشي غادي يتحالوا، راه كاين اللي تحال على التقاعد، ولكن اكيد انه غادي يلقاو الخلف يعني الصالح، ولا بغينا نقولوا الخلف الجيد للسلف اللي اكيد كنشكروه على الدور اللي قام به.